الواحد الذي لا يموت ولا ينام. الرحيم، أيضا هذا الاسم يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الرحمة خص الله تعالى بها أولياءه وعباده المؤمنين، فهو يرحمهم في الدنيا والآخرة. ومن آثار هذه الرحمة أن هداهم في الدنيا لعبادته، ووفقهم يوم القيامة أن أكرمهم بجنته ورضوانه. وقد ورد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم 123 مرة، منه قوله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: إن الله غفور رحيم، وقوله: وإن الله بكم لرؤوف رحيم. الرحمن الرحيم الملك القدوس. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا على كارم. نسأل المولى عز وجل أن يجعلنا ممن أحصوا أسماءه الحسنى ففازوا برحمته وفازوا بجناته، أمين يا رب العالمين. نسعد كثيرا بمرافقتكم مشاهدينا على كارم، نسعد كثيرا بأن نقضي معا أحلى وأمتع وأفيد الأوقات، نسعى دائما لتقديمه أفضل وأفيد لكم أنتم من اخترتم برامج قناة القرآن الكريم 5 التلفزيون الجزائري. فقرات برنامج ضحى القناة ما تزال متواصلة بإذن المولى عز وجل لغاية منتصف النهار، نعدكم أن تكون غنية ثرية ومتنوعة. أكيد أن أرقامنا الهاتفية ستكون تحت تصرف كل المشاهدين الأكارم، يتظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى: 021-37-82-081-39-43-43. أكيد نرحب بكل اتصالات المشاهدين الأكارم وبكل الاقتراحات والمشاركات حتى عبر صفحة قناة القرآن الكريم في الفيسبوك. بإمكانكم كتابة قناة القرآن الكريم تلفزيون الجزائري بالأحرف العربية. فقرتنا الموالية مثل ما عودناكم هي موجهة لكل أحبتنا الصغار إلى عدد جديد ندعوكم من سلسلة السراج المنير المصطفى عليه الصلاة والسلام. خلال شهر رمضان للعام الثالث للهجرة، كان كفار قريش يعدون العدة والعتاد لحرب الانتقام التي كانوا قد وعدوا بها المسلمين الذين هزموهم في بدر شر هزيمة بجيش لا يكاد يساوي ثلث جيشهم. إنه جيش الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة الذين كانوا يتعلمون من كل موقف في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم
دروسا عظيمة في الإيمان والأخلاق. وفي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 300 للهجرة بدأت المعركة، وتقابل الجمعان قرب جبل أحد. كان جيش المشركين يقدر 3000 مقاتل بقيادة أبي سفيان بن حرب، بينما كان عدد من خرج من المسلمين للقتال 1000 رجل. ولكن قبل أن يصلوا إلى أحد تخاذل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وانسحب بثلث الناس. هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قتال المشركين في غزوة أحد داخل المدينة؟ ولكن سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدعو إلى الشورى نتج عنها رغبة الأكثرية في الخروج إلى أحد للقاء المشركين، فأخذ عليه الصلاة والسلام برأي الأكثرية ولم يرغمهم على اتباع أمره. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه إلى 3 كتائب: كتيبة المهاجرين، ويحمل لواءها مصعب بن عمير رضي الله عنه، وكتيبة الأوس، ويحمل لواءها أسيد بن حضير رضي الله عنه، وكتيبة الخزرج، ويحمل لواءها الحباب بن المنذر رضي الله عنه. أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيش في مواقعه، وجعل منه ميمنة وميسرة، ونظم المسلمين. وكان عدد الرماة يومئذ 50 رجلا بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرماة بأن يلزموا أماكنهم مهما كانت الظروف وكيفما بدت لهم النتيجة. بدأت المعركة، وكان أول المهاجمين طلحة العبدري من أشجع فرسان قريش، ولكن سرعان ما وثب عليه الزبير بن العوام رضي الله عنه وثبة الليث وقتله، وسقط اللواء من يده. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. حاول فرسان المشركين بقيادة خالد بن الوليد قبل دخوله في الإسلام اختراق صفوف المسلمين من ميسرتهم، فصدهم الرماة. هجم المشاة والتحم الفريقان، وقتل 10 من حملة لواء المشركين، وسقط لواؤهم ولم يبق أحد يحمله، فبقي ساقطا، ودب الذعر في صفوفهم وبدأوا بالهرب. وقد بدت روح الإيمان جلية في قلوب المسلمين، وكانت جرأة قلوبهم تنطلق بهم انطلاق الفيضان تنهار أمامه السدود. وقاتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه قتالا عنيفا، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين بجرأة كبيرة، وتساقط المشركون أمامه
كما تتساقط الأوراق بفعل الرياح الهوجاء. لكن طالته يد الغدر، واغتاله وحشي برمح مسموم. فكان الرمح مركبا لحمزة رضوان الله عليه إلى الجنة، وغدا سيدا للشهداء ومثلا يحتدى للأقوياء. لكن المعركة لم تنتهي بعد، فقد ظل جيش المسلمين يحارب بين صولة وجولة، حتى أنزل الله تعالى نصره على المسلمين، فانكشف المشركون منهزمين. لكن الرماة خالفوا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلوا من الجبل عندما رأوا الجيش يأخذ الغنائم، فظهر عليهم المشركون. هل تعلم أن مخالفة فئة قليلة من الجيش أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سبب الهزيمة يوم أحد؟ النصر من الله لا يتنزل إلا حين يكون المسلمون مخلصي التوجه لله عز وجل. فما إن نسيت فئة قليلة منهم هدفها واتجهت أبصار أفرادها إلى الدنيا، حتى انقلبت المعركة ضدهم وتحول نصرهم إلى هزيمة. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الأكارم، وفي رحاب البيت الرشيد تستقبلكم بمعية ثلة من الأساتذة والخبراء في مجال الاقتصاد وفي مجال الاستهلاك، من أجل بحث سبل تسيير رشيد وتسيير حكيم وناجح لبيوتنا بما يعود بالنفع علينا وعلى المجتمع ككل. ضيف فقرتنا الموالية البيت الرشيد السيد حسان منوار، رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك، للحديث حول أهمية قطاع السياحة وأهمية قطاع كذلك الصناعات التقليدية والحرف في تعزيز الدخل الفردي والقومي للبلاد. دعونا باسمكم جميعا المشاهدين نرحب بالسيد حسان منوار، أهلا ومرحبا بكم وشكرا على حضوركم معنا. أنا أشكركم وصباح الخير لكل يعني متتبعين قناة قرآن الكريم. هذه فرصة لها نتكلموا في هذا الموضوع، موضوع مهم جدا، يعني احنا دائما نتكلموا على ترشيد الاستهلاك وكيف ننميو المدخول تاع العائلة الجزائرية والمدخول تاع الاقتصاد الوطني. وهذه أيضا يعني مجال لربما تناسيناه ومليح نتحدثوا عليه، مليح ايضا نعاودوا يعني كما يقول لك نفيقوا رواحنا في هذا المجال. نعم اكيد، وقطاع السياحه مثل ما هو معروف يشكل ربما رافدا مهما من روافد الاقتصاد لدى عديد بلدان العالم، الامر الذي يؤكد على اهميه هذا القطاع ربما في تطوير النسيج الاقتصادي وحتى الاجتماعي للبلاد. يعني بها نزيد على واش قلتي الاخت الكريمه، يعني بعد اقتصاد البترول عالميا كان اقتصاد السياحه ليسبق الاقتصاد تاع صناعه السيارات. انا باش نعرف انه كثير من الدول عايشين من السياحه، ونعرفوا اليوم الجزائريين يسافروا كثير، اما يشوفوا الدول في الجوار ولا يعني اللي بعد شويه يعني حول البحر الابيض المتوسط، كيف هذه الدول هذو ما يحتاجوا لا بترول ولا اي صناعه، وحتى الفلاحه يعني يقدروا يستغنوا عليها الا الفلاحه اللي هي تنمي السياحه. وتطوروا كثير وشايفين انهم عايشين بهذاك هذيك السياحة كانت يعني مدخول للاقتصاد الوطني، لأنه لما نقولوا السياحة فيه ضريبة تاع السواح، فيه أيضا ضريبة للتجار اللي يبيعوا السواح، يعني كل شيء متعلق بالسائح هذاك اللي يجي ويستهلك. قد ما نزيد استهلاك في مجال في بلاد نزيد في المدخول، وزيد على ذلك العائلات اللي هما من غير الناس اللي تخدم في مجال السياحة،
يعني مباشرة كاينين كثير من يعني المواطنين في الدول يخدموا مع السياحة بطريقة غير مباشرة، وهذا اللي خلى يعني البلدان هذو قدروا يعني يتنموا بدون بترول بدون صناعات. وهذا الأمر يعود يعني بالنفع على الأفراد الأسر وكما يعود بنفع الاقتصاد. أكيد خاصة أنه اليوم شايفين مع يعني التطورات اللي وقعت في العالم باقيين الناس تتجول كثير، يحبوا يكتشفوا يحبوا يسافروا. زمان نقدر نقول لك يعني معدل نتاع اي انسان في اي دوله حتى الدول الراقيه كان يسافر خارج الوطن نتاعو ممكن مره في 5 سنوات، اليوم ما يسافروا زوج مرات في السنه. تلقاي اليوم مثلا يعني سائح الماني ولا انجليزي ولا فرنسي تلقاه يبحث وين يروح لانه شاف كثير من البلدان، يبقى يبحث واش من البلاد وين يكتشف فيها شيء وين يتعرف على امور وين يتعلم فيها، يعني السياحه الاستكشافيه. نعم. وهذا اللي لربما يخلينا احنا كجزائر كوطن كبير نعم. كوطن يعني يسخر، وعندنا يعني عندنا دروس وعندنا امكانيات طبيعية وبشرية كذلك وبشرية، والتاريخ نتاعنا والثقافات نتاعنا تعدد تعدد حتى اللغات واللهجات تعدد الثقافات تعدد حتى الالوان نتاعنا حتى المساحات الشاسعة. هذا الشيء في الحق يعني اقليميا يعني نحكم اوروبا والشرق اسيا لا غرب اسيا اوروبا وكامل النصف الشمالي تاع افريقيا، في الحق حنا اللي نجلبوهم وفي الحق حنا اللي نكونوا يعني نوفروا لهم خدمه السياحه. على الاقل يعني السائح يجينا خطره في السنه خطره في 5 سنوات يعني من البلدان هذو، وبذلك نكونوا ربما نقدروا نستغناو على البترول ونستغناو على هذا على الصناعات ونخرجوا من هذا نخرجوا من ازمه كانت اقتصاديه وحتى اجتماعيه وحتى بيئيه، لانه اليوم السياحه واش خلت الدول اللي هي عندها السياحة هي اللي تنمي المدخول تاعها. البلاد اللي عندها السواح بلاد لازم تكون نظيفة، البلاد لازم تكون مخدومة مليح، لازم يكون الطرق تاعها ملاح، لازم يكون فيها الأمن. إذا السياحة هي اللي خلت هذه المجالات يتنموا ويتطوروا تلقائيا. كذلك من خلال تشجيع السياحة الداخلية ما نلاحظه أن السائح الجزائري يفضل الوجهات الخارجية، لما لا نشجع على ونعزز السياحة الداخلية للبلاد. أكيد السياحة الداخلية للجزائريين، السياحة العائلية اللي تليق بالجزائريين، غياب هذا النمط السياحي اللي خلى الجزائريين لما يخرجوا ويصرفوا دراهمنا اللي نربحوهم في الجزائر راح نصرفوهم على في الدول الأخرى. اليوم إمكانيات عندنا يعني وكي نقول امكانيات لما نخممش على الفنادق فقط، نقول امكانيات باش نزوروا باش نتعلموا، لانه مثلا انا ندي للعائله تاعي نمشي منطقه من منطقه الصحراء الجزائر اسبوع ولا 10 ايام ما تكفينيش باش نزور ولو يعني منطقه صغيره بلديه في 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 ولايات الشاسعه اللي عندنا، ولا نمشي لبلاد القبائل ولا نمشي منطقه جيجل نمشي منطقه تلمسان ولا يعني واش يكفيني وقت يعني كي ندير برنامج نتاع زوج مرات في السنه نجيب بها 20 سنه وما نكملش البلاد. ولكن محتاجين بعض الوسائل اللي هي تليق لنا لينا احنا. مثلا انا اليوم كي يقول لك بنينا في منطقه فلانيه فندق 5 نجوم، هذا راح يحل المشكل تاع السياحه الداخليه والسياحه العائليه؟ لا ما يليقليش. انا يليقلي مخيم، يليقلي دي بنغالو، يليقلي ندير السياحه عند العائلات داخل بيوت نتاع الناس، يعني تكون امكانيات استقبال داخل العائلات، وهذا نحبوه كثير جزائريين لانه احنا عندنا نحبوا العلاقات الاجتماعيه. حتى اليوم السواح الاجانب شبعهم هذيك السياحة يروح في أوتيل وعنده الخدامين يخدموه يسيربيو له وعنده الأكل يعني كل نهار يبدل في المنيو. اليوم السائح جزائري ولا أجنبي يبغي يجي للجزائر يدخل في بيت مثلا في القصبة في القصبة ولا في بلاد قبايل ولا في عالي الأوراس ولا في الصحراء، يروح يستقبلوا عائلة عندهم غرفة عندهم حمام عندهم يعني ظروف يعني نقول لك لو مينيموم يعني وياكل معاهم يعني واش ياكلوا مع الصباح واش ياكلوا على 12 واش ياكلوا في العشاء، يتكلم يتحدث معاهم يعرف العائله فيها مخدومه. هذا هو اليوم السياحه لان يعني احنا كجمعيه الامان لحمايه المستهلك باغيين نطوروها في بلادنا. وهذا الشيء يمشي معاه كما قلت في الاول الصناعه التقليدية. اكيد الصناعه التقليديه. قبل المرور الى هذا القطاع نفتح المجال اكيد للمشاهدين الكرام للتواصل والمشاركه معنا عبر ارقامنا الهاتفيه التي نضعها تحت تصرفكم 0127 37 42 87 0127
39 43 43. نرحب بكل اتصالات المشاهدين الكرام. ومثل ما تفضلت سيد منوار، ربما الحديث عن قطاع السياحة يقودنا للحديث إلى عن قطاع الحرف والصناعات التقليدية، وما نلاحظه أكيد في السنوات الأخيرة أن الجزائر ربما اضطرت إلى التوجه لهذا القطاع يعني كبديل ربما لمداخل وتنويع مصادر الدخل القومي للبلاد. يعني من كل جهة، يعني نقول لك حتى من الجهة البيئية، من جهة التجارة، من جهة الصحة، من جهة يعني من جهة الصناعة، يعني لازمنا نرجعوا للصناعة التقليدية لأنه احنا مرفهين بهذا الشيء. نعم، ربما تشجع حتى الأسر حتى تتحول من أسر استهلاكية إلى أسر منتجة، وبالتالي تساهم بشكل أو بآخر في تطوير الاقتصاد. نروحوا الأمثال البسيطة، اليوم الأواني تاعنا ولا القفوف تاعنا ولا بعض الفراش تاعنا اللي هو يعني مصنوع محليا، كيقول محليا ماشي معناتها جزائري. نعم، معناتها نقول لك القفة اللي تصنع في جلفة نخدموها بالحلفة تاع جلفة اللي هي تخدم في بسكرة، تخدم بالدوم تاع بسكرة، يعني ما كاش حتى التنقل نتاع السلع. هنا ديجا نحميو البيئة من التنقل، وزيد يعني بيوديغرادابل، يعني الإتلاف نتاعها يروح طبيعي بدون ما نأثر على البيئة. زيد على ذلك هذو عائلات اللي هما ما عندهمش إمكانيات باش يخرج يخدم في مصنع ولا في مكتب ولا باه يدير صناعة يعني متطورة، إذا يخدم بيديه. هذو احنا يعني كجمعية، وهذا من مجال جمعيات كلها، جمعية حماية المستهلك، جمعية السياحية، وجمعية الصناعة التقليدية، جمعية البيئية. لازمنا نخدموا كامل باه نشجعوا أنه الجزائريين يرجعوا أولا لهذا الصناعة، وأيضا للمستهلكين يرجعوا لهذا الاستهلاك. لازم حنا ثاني نطالبوا اليوم، لازمني أنا كنخرج نبحث باه نشري قفة نتاع الدوم ولا تاع الحلفة مصنوعة يعني تقليديا في الجزائر، أحسن من نشري القفة تاع البلاستيك وتاع يعني المواد اللي هي مستوردة. وربما بالحديث عن هذا الأمر، من بين التحديات التي تواجه هذا القطاع، قطاع الصناعات والحرف التقليدية، هو ربما منافسة السلع المستوردة التي تعتبر أقل سعرا وبالتالي أكثر إقبالا من طرف وفيها الخطر. نحو هذا مديت لي فرصة باه نبه المستهلكين تاعنا أنه كاين كثير من الفخار. لا نشريو على حاف الطرقات ماهوش مصنوع جزائري، يعني فيه خداع للمستهلك الجزائري، يجي مستورد من دول مجاوره ومصنوع فيه ماده تاع البلون اللي يغلفوا بها هذاك الطبسي وهذاك البقال وهذاك الطاس اللي هي مضره للصحه. وهذا هنا نوليو العمل نتاع المراقبه تاع الدوله تكون صارمه في هذا الميدان هذايا. انا نقول انه اليوم لازمنا نوقفوا هذا الاستيراد العشوائي المضر للصحة، المضر للاقتصاد الوطني والاقتصاد العائلي تاعنا، باه نشجع الجزائري يخدم الفخار اللي ماهوش شباب كيما هكذاك ما يبرقش، ولكن نعرفوا انه صحي صحي، ونعرف بلي دراهم يقعدوا في داري، يعني قعدنا احنا في احنا بهذه الطريقة هذيا نخلو الناس تتشجع. اليوم شفنا حتى بعض القفوف وجابوهم من الخارج، ولماذا احنا عندنا أكثر من 1000 يعني مصنع تقليدي تاع القفوف، عندنا الغرف نتاع الصناعه التقليديه اللي هي راهي محتاجه تشجيع، يعني نقول لك محتاج حتى الدعم من في بعض الوسائل غير خفيفه، والدعم ايضا نتاع المستهلكين اللي لازم يقتني ولازم يشريوا هذه المواد هذه. ما لازمناش نخدموه هو يخدم وما عاد في الاخر ما تتبعش، لانه انا نقول لك لا الساشي يكفيني ولا القفه تاع الكاغط ولا تاع التشليق ولا تاع البلاستيك ولا، يعني احنا ثاني لازم تكون مبادره، وهذا العمل تاعنا عمل تحسيسي. وعملنا هذه منذ سنوات، ونقولنا لازم نرجع للقفه ماهوش كحمايه بيئه فقط، هي فيها ولا حمايه الصحه فقط، هي لانعاش الاقتصاد الوطني والاقتصاد العائلي عند صناع التقليديين لهذا المواد. لانه اليوم يمكن العائله اللي كانت تخدم القفوف او تخدم القفوف تتشجع بها تخدم الطبسي، تخدم الجفنه، تخدم القدره، تخدم الغرفه، تخدم الكرسي، الحصيره والى اخره. زيد على ذلك السياح الاجانب. نتوقف عن السياح الاجانب، معنا مكالمه حتى ما نتركوش. الاخ محمد من برج باريريج ينتظر كثيرا. السلام عليكم. اهلا وسهلا عليكم، صباح الخير عليكم. صباح النور اخي محمد. انا في هذا الصباح نحيي عمال قناه القران الكريم قائمين عليها، وكل الضيوف اللي جوا قناه القران الكريم. شكرا اخي. ونثمنوا المواضيع هذه اللي راهي تقترح فيها قناه القران الكريم. شكرا. اما بالنسبه للموضوع احنا ثاني ثمنوا مجهودات الاطارات الدوله والحرفيين والتقليديين اللي راهم حابين يعني يخرجوا هذا
هذا الحرف وهذا المواد هذه كيما القفه كيما لي برودوي بارونيت تاعنا هادو يخرجوهم من كاع البير باسكو واحد ما هو رابح. نعم. الشعب مش رابح كي تروحي تجيبي له انت حاجه مفبركه كيما كان يحكي. نعم. ما واحد ما هو مستفاد، الطرفين ما هوش مستفادين. وحنايا الشعب كمستهلك ماناش مستفادين كي نقتنيو حاجه كيما هذه. نعم. واللي حرفي ويبيع في الحاجه التقليديه تاعنا اللي فيها كل المواصفات الصحيه وفيها كل المواصفات يعني من ناحيه الثمن من ناحيه كلش. نعم. ماهوش مستفاد ويجوا يدخلوا هذوك الدخالة اللي همهم الوحيد هو الربح السريع. راكي فاهمه؟ هذا نعم نعم تفضل اخي محمد. قلت لك يعني لازم هي لازم تبذل مجهودات كبيره باش انسان هي صح صعبه باش انسان يدخل راكي تشوفي في غذا من هذا الفوضى اللي راهي صاريه في كل القطاعات مش برك في قطاع السياحه ولا في قطاع الحرف والاخر. نعم. احنا كاين فوضى كبيره وكاين عباثيه كبيره لازم مجهودات اللي تبذل تزيد من طرف الاطارات ومن طرف النخبه اللي راهم يوعيوا في الشعب كما رانا نشوفوا في برامج قناه القران الكريم. وفي الاخير انا عندي اقتراح موضوع. نعم. لقناه القران الكريم اذا كانت تسمحي لي الاخت. نسمح لك اكيد. مرحبا باقتراحك اخي. نطلب السماح تاعك باش نقدر نتكلم. صدق. هو في كون يعني تقترحوا لنا مواضيع القدره الشرائيه للمواطن. نعم. وتجيبوا الفاعلين في هذا الاخر ونتحدثوا ونثمنوا هذه المواضيع اللي راكم تقترحوا فيهم وهذا هو طلب تاعي. نعم وحنا نحن في الخدمه اخي يعني اكيد ان شاء الله راح نتناولوا هذا الموضوع في ايامنا القليله القادمه اكيد في يوم الاقتصاد يوم الاحد الخاص بكل ما هو اقتصاد ومال. شكرا لك اخي محمد على هذه المداخله القيمه والطيبه. شكرا. يعني تسمحي لي الاخت نقول له برك بلك ولكن اليوم انا نتكلم على الصناعه التقليديه والسياحه باه ننميو القدره الشرائيه تاع الجزائريين. احنا هذا شوفي اليوم الجزائري اللي يعمل موظف في اداره ولا في شركه يدخل البيت يخدم من 8 ولا من 8 ونص حتى 4 يدخل ما عنده ما يدير. المراه تاعو يلقاها في الدار طيبت له غير الفطور والعشاء وسط الحوايج وخلاص ما كاش مدخول اخر. ولكن يكون عندنا الصناعه التقليديه داخل البيوت نخدموها. المراه اللي تعرف دير اي صناعه راهي تعاون زوجها. الراجل اللي يعرف يدير اللي يعرف يخدم كرسي ولا ينقش في لوحه ولا اي شيء قادر. هذا هما نمشيو مثلا نقولها بكل مسؤوليه تونس والمغرب الناس تخدم في شركات يخرج ويروح يخدم هذه الامور التقليديه ومعاد وليده ولا هو يديها ليبيع عندك الحوايج راهم يتباعوا كم في حوانت في تونس ولا في المغرب ولا في مصر ولا في كامل الدول هذو وين عندهم سياحه يعني صناعه تقليديه ناميه ونمت بها السياحه كامل مصنوعين داخل البيت خدموهم العائلات وخرجوهم يبيعون في الحوانت. اذا هذا الشيء هذا راح عنده علاقه كبيره مع القدره الشرائيه. احنا اليوم كجمعيه الامن لحمايه المستهلك ولا تطرقنا لهذا الموضوع باه تكون القدره الشرائيه ويكون الاقتصاد الوطني وبهكذا نحمي المستهلكين من مشاكل تاع القدره الشرائيه. نعم. يعني باش نكمل على هذا وقفت عند السياح الاجانب. الاجانب اليوم الاجنبي كيجي للجزائر واش راح يبحث في الجزائر؟ جاي باش يعوم في البحر باسكو عندنا احنا 1600 كيلومتر يعني طولي تاع البحر الابيض المتوسط. لا هذا موجود كاين شواطئ احسن من شواطئنا في دول اخرى. ولكن اللي يجي به يبحث ما هو تقليدي يجي ياكل اكل جزائري. احنا كي يجي السائح يروح في اوتيل يتعرف على ثقافتنا يروح في اوتيل 5 نجوم يقترح له اكل فرنسي واكل اسباني يعني. ولكن وراهم اللي يقترحوا مثلا الكسكس الجزائري مثلا. نعم. الكسكس الجزائري اللي هو عندنا اكثر من 100 كسكس جزائري. نعم. وراه الكسكس المزيت نتاع جيجل وراه تاع البلاد قبيل وراه تاع اضرار تيميمون تاع تمرسط نتاع جانات هذا كامل يعني وراه اليوم اللي السائح يجي يبحث ياكل هذا الشيء يجي ياكل اللحم نتاع الخروف اللي مربي في الهضاب نتاع الماعز اللي مربي في الجبل نتاع اللحم نتاع الجمل نتاعنا نتاع الصحراء. هذا هو نلاحظوا مؤخرا يعني انتشار بعض المطاعم التقليديه ولكن فقط مطاعم تقليديه ما فيها ولو سائح اجنبي لانه في اماكن غير لائقه في تهيئه غير لائقه في محيط غير لائق. نعم. يعني ماهوش المطعم كمطعم. السائح يبغي يلقى راحته يلقى الطاكسي القاعده يعني يلقى الطاكسي اللي يجيبه لما تمشي للخارج تلقى مطاعم كيما هذو فيهم مواقف في الحياة
حافلات فيهم اشهار، فيهم اعلام، فيهم يعني كاين بروجي دو كومونيكاسيون، يعني ما يمشيش مطعم تلقاي مطعم ما فيه والو، الاكل تاعو ماهوش لذيذ، ولكن يجوه كثير من السواح لانه فيه اشهار، فيه اعلام، فيه فيه لي كوموديتي، فيه ظروف اللي تخلي الناس باش تجي. اليوم الخدمات يعني اليوم ماهوش ندير مطعم نطيب فيه تخشوخه ونطيب فيه الكسكس ونطيب فيه هكذا ونقول اني درت صناعه تقليديه، لا هي سلسله يعني تبدا من السائح هو في بيت والهيكا في اوروبا يبدا يشوف المعلومات في الانترنت، يشوف المعلومات في السفاره، يشوف في الوكالات السياحيه، يوصل للمطار يلقى المعلومات، يلقى اللي ينقلوا، يلقى اللي يستقبلوا والى اخره. هذا هو العمل. اذا اليوم اذا زدنا هالازمه الماليه اللي عندنا في الجزائر تفطمنا كمستهلكين وكمسؤولين باش نديروا توجه، يعني توجه جدي سيريوزمون، ماهوش غير كلام، لازم نروحوا لها، نروحوا لهذ الامراض. حنا ما نقدروش نديروا سياحه يعني نتاع افواج كبيره. اليوم لو توريزم دو ماس ماناش قادرين له لان المنشات نتاعنا ما عندناش ما يكفيوناش، ولكن السياحه بالك يجوا زوج سواح باغيين يستكشفوا يخلصوا دراهم اكثر من 10 سواح يجوا في فوج باش يعوموا ولا باه يديروا سكي ولا باه يروحوا يشوفوا لي دين تاع الرمل. لازم يكون عندنا توجه لهذا السواح اللي يجي وباه يصرف، يجي باه يشري، يجي هنا لازم يشري مصنوعات تقليديه، ياكل عند مطاعم اللي فيها اكل تقليدي، اللي هو المراه هذيك اللي فتت الطعام تستفاد، هذاك اللي ربى الكبش يستفاد، هذاك اللي غرس الزيت الزيتون وخرج منه الزيت يستفاد، اللي غرس النخله وينحي لها التمر تاعها يستفاد والى اخره. احنا للاسف هذا الشيء مثلا ما نعرفوش. ولماذا لا نستفيد ربما من تجارب غيرنا الذين سبقونا في هذا المجال؟ والله هي بلدان مجاوره فقط. انا شخصيا لما تحدثت مع كثير من مهنيين في السياحه هذه الافكار كامل عندهم، وانا ما جبتهاش من عندي، خذيت من عندهم. ولكن الفعاليه والابليكاسيون في التيران يقابلوها مشاكل اداريه، مشاكل بيروقراطيه، ونتحمل مسؤوليتي لما نقول انه كاين عراقيل وكاين نو انتريسمون، يعني مازال ماناش مهتمين بهذا الموضوع. النهار اللي في وزاره السياحه ولا في مجلس الحكومه نقروا قرار انه نديروا وجهه كل شيء سهل. انت تعرفي اليوم انه سواح كثيره من يجوا الجزائر راهم يستقبلوهم اشخاص ويدوهم بيوت نتاعهم ويخلصوهم وين الدوله ما دات حتى رسم. ما شافتش. يعني ولماذا؟ لانه القانون في الجريده الرسميه ما يسمحش للناس باش تستقبل سواح، وهذا معمول به في الدول الاخرى. يعني انا ما عنديش اوتيل، نروح مثلا نمشي ولايه اضرار ولا في تيميمون، عندي زوج تاع لي زوتيل ثلاثه وخلي الناس تستفاد. كيفاش تستفاد؟ هو يستفاد يربح دراهم نتاع الليله هذيك ونتاع الماكله هذيك اللي نطيب له، ولكن مقابلها انا عندي مول الحانوت هو باع الماكله، عندي اللي يبيع الارتيزانا، عندي الطاكسي، عندي الحافله، عندي الطياره، عندي يعني هذو كامل تستفاد منهم الدوله من الضرائب ومن الرسوم والى اخره. اذا هنا اسمها عمليه نفتحوا يعني نفتحوا نفوسنا، نفتحوا القوانين تاعنا، نفتحوا الاداره باش يعني تمد اكثر اهتمام لهذا الموضوع. هذا هذا مجال للاسف رانا يعني مضيعينه ومضيعين امور اخرى تمشي معه. لانه اليوم لو كان نعرف مثلا نقولوا مثلا ولايه تيزي وزو نديروها وجهه سياحيه وين اصحاب القرى اللي عنده بيت قديم تاع حجره وهذاك اخام تاع بكري يقول لك نستقبل فيه السواح. كثير من السواح يجوا من كل دول العالم باه يشوفوا البيت القبائلي في الجبل كيفاه مخدوم، كيفاه الصناعه التقليديه تاعهم كيفاه دايره، باه يذوق الاكل تاعهم. وفي نفس الوقت الولايه تتنمى اقتصاديا لانه كاين كثير من السواح يجيو يروحوا راهم يشريوا وراهم يقضيوا. زيد على ذلك المنطقه وين يدخلها السواح، وين يدخلها السواح الاجانب. اكيد انه رئيس البلديه يعمل تهيئه عمرانيه يسقم الطريق، السكان تما يقول لك ما نزلوش نرمي الوسخ لانه يجونا السواح حنا عايشين منهم. اذا كنا نرمي الوسخ ما يعاودش يولي هذاك السائح، لازم ننظف ونهتم بالمحيط نتاعي والبيئه. يعني هذا الشيء راح يخلي اثر على حتى على البيئه. احنا نتكلموا كثير على البيئه اللي رانا في وقت ايضا وين يعني لما نتكلموا على السياحه ونشوفوا البيئه اللي عندنا يعني ما فيش يعني في تناقض كبير. اذا السياحه راح تخلينا نشجعوا باش نحميوا البيئه تاعنا، تخلينا نشجعوا باش نديروا تهيئه عمرانيه، تخلينا نشجعوا باش نبنيوا بنيان اللي يليق بينا كما تاع بكري، تخلينا نشجعوا باش نحافظوا على التراث. عندنا التراث لان ضيعناه لانه ماناش مهتمين بها. انا قال عندي دار قديمه واش ندير بها؟ انا نحوس ولكن كي نعرف هذيك الدار تجيب لي السائح وتجيب لي مدخول كل يوم
ومدخول مليح ثانيك لانه يجي بات ونفور له فطور تاع الصباح بطون بالمبلغ لا. الفطور تاع النهار بالمبلغ العشاء نديه يحوس بالمبلغ هذا نخليني لا هذيك الدار ديما نخليها اذا هذا هو اني هذه الافكار هذه اكيد انها راهي عند المسؤولين لانه احنا تكلمنا بها كثير وتحدثنا بها كثير وبعثناها وكتبناها وسيكون لنا ان شاء الله تكمل لهذا الموضوع من خلال استقبال احد المسؤولين المحليين إن شاء الله. مدير إن شاء الله. يعني السياحه والصناعه التقليديه على مستوى ولايه المديان شكرك سيد حسن منوار على هذا المداخلة الطيبة وعلى كل المجهودات التي تبذلونها في الميدان بارك الله فيكم إذا نواصل معكم مشاهدينا الأكارم مع فقرات برنامج ضحى القناة لهذه الصباحة نتوقف مع فقرة فاتبعوني مع الأستاذ رابح كشات ثم لنا عودة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في حقيقة اليوم سوف نتطرق إلى نقطة أساسية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كيف مارس القيادة وماذا يمكن أن نستنبط منها اليوم في مفهومنا الحاضر خاصة في المجتمعات الإسلامية النقطة الأولى التي نبدأ في هذه المسألة في الحقيقة هو التخطيط واختيار الرجال لجسيد ذلك أو المشروع في هذه المسألة بالذات في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم خطط لبناء الدولة الإسلامية ووضع الأهداف واختار الرجال الأكفاء لتحقيق هذا المشروع اليوم هذه المسألة في الحقيقة لو كان بيننا أكيد أنه سوف يطرح كثير من التساؤلات حول المجتمعات الإسلامية هل فعلا هي التي هي تخطط وتضع الأهداف وتختار في الحقيقة الفرق أو الأكفاء لتجسيد ذلك المشروع ونحن نعرف تلك القصة مع أبي ذر الغفاري عندما جاء يطلب المسؤولية فقال له إنك ضعيف وإنها أمانة بمعنى أن اختيار القائد في المسؤوليات هو قبل كل شيء هو أمانة وخوف من الله النقطة الثانية مبدأ الشورى في مفهوم القيادة وهذا المبدأ اليوم في الحقيقة مجسد في كل النظريات الحديثة وفي مجال التسيير وكان يجسدها ونحن نعرف يعني الخندق سلمان الفارسي عندما اقترح عليه في يعني حفر الخندق وكيف يعني استجاب لذلك المقترح ونحن نعرف أن مفهوم الإصغاء ما يسمى اليوم بالحكامة التشاركية أو بما يسمى بالإدارة بالمشاركة وهي أصبحت يعني اليوم مسألة حديثة لو كان بيننا في الحقيقة يطرح هذه المسألة في الدول الإسلامية هل هنالك حكامة تشاركية في كل المؤسسات وعلى كل المستويات للأسف الشديد هذه المسألة تطرح تطرح بحدة في المجتمعات الإسلامية وهو مبدأ أساسي كما قلنا مارسه الرسول صلى الله عليه وسلم في مفهوم القيادة واليوم هو محور النظريات الحديثة في مفهوم القيادة سواء كانت في الولايات المتحدة أو في اليابان أو في كل الدول في العالم تحاول أن تطور مفهوم التشارك أو المشاركة أو ما تسمى بالحكامة التشاركية النقطة الثالثة وهو القائد المتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع أصحابه كان متواضعا مع كل الذين عرفوه وهذه مسألة مهمة جدا وبالتالي لو كان بيننا في الحقيقة لاندهش من القادة المتسلطين اليوم الذين في الحقيقة يظنون أن بتكبرهم عن مرؤوسيهم بعدم التواضع هي مسألة في صلب الحكامة ولكن هذا أمر غير صحيح بتاتا لأن القائد المتواضع هو القائد الذي في الحقيقة يستطيع أن يصغر إلى الآخرين ويستطيع أن يشجعهم إلى غير ذلك النقطة الرابعة في القيادة في مفهوم القيادة ونموذج القيادة يمكن نسميه كذلك مفهوم نموذج القيادة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهو التسامح مع الآخرين ونحن نعرف أنه تسامح حتى مع الذين أذوه ويكفي أن نذكر أبا جهل كيف يعني وكثير من الذين في حقيقة
كانوا أذوه، ولكن كان متسامحا. وفي هذه المسألة يمكن نتطرق في الدول الإسلامية كذلك حول مفهوم التسامح، القائد الذي يتسامح مع الذين في الحقيقة حتى الذين أخطأوا معه، وهي نقطة أساسية وجوهرية في هذه المسألة. النقطة كذلك الأخرى في مفهوم القيادة وهي كذلك نقطة مهمة جدا، وهو كيف يقوم ببناء الروح الجماعية. اليوم هذه مسألة جوهرية في القيادة الحديثة، وكيف الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريق الذي كان حوله وكل الفرق كان دائما يخطط، يضع يختار بدقة الذي يرأس المجموعة ويخطط لها كل الأهداف إلى غير ذلك. وكانت كل القيادة الرسول صلى الله عليه وسلم مبنية على الروح الجماعية، وهذه مسألة في الحقيقة اليوم هي في جوهر النظام الحديث للحكامة. وبالتالي فأهم كفاءة اليوم تطرح في هذه المسألة هو القائد الذي يستطيع أن يبني الجماعة ويطور روح الجماعية. وهنا يجب أن نشير مسألة جوهرية وهي عملية الاتصال. لا يمكنك أن تبني الروح الجماعية إذا كنت فاقد لفن التواصل مع الآخرين وبناء الاتصال. ونقطة جوهرية وهو الإصغاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصغى إلى أصحابه، يصغى إلى كل الذين حوله. ومسألة الإصغاء اليوم هي جوهرية وتعتبر من أهم الكفاءات في القيادة، لأن القائد الذي لا يصغى إلى الآخر لا يحفزه، وبالتالي يجعله لا ينتمي إلى المؤسسة أو لا يكون هناك الروح الانتماء. القائد الذي في الحقيقة لا يعرف كيف يصغى وهي كفاءة، يمكن أن نقول له أنك مبطور على الأقل من 50 أو 60% من الكفاءة الضرورية في فن القيادة كما يقول أهل الاختصاص. لأن الإصغاء الذي جسده الرسول صلى الله عليه وسلم في كل حياته وفي خاصة في ممارسته القيادية هي أهم نقطة سوداء في النظام الحكامة في كل الدول الإسلامية على الأقل ما نعرفه، على الأقل نقف أغلبها خاصة الدول العربية الإسلامية التي ما زالت تسير بأنظمة بالية في حقيقة قديمة، ترى الآخر الإنسان الآخر ليس هو مصدر اقتراح ومصدر أفكار إلى غير ذلك. ويكفي أن نشير هنا أن كل المؤسسات الناجحة في العالم الدراسات الحديثة أوضحت أنها النقطة من أهم أسرار نجاح هذه المؤسسات هو أن القادة الذين يسيرونها قادة يعرفون كيف يتقنون فن الإصغاء ويجندون الأفكار. وكما يقول أحد أكبر مختصين في التاريخ المانجمنت، القائد الذكي هو الذي يجند ذكاء الآخرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا يوم الدين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الكرام وإلى فقرات برنامج ضحى القناة المقترحة لهذا الصباح. وكتكملة لموضوع فقرتنا سابقا، نواصل تسليط الضوء على قطاع الحرف والصناعات التقليدية في الجزائر وما يواجهه من تحدي وحتى إنجازات في أو على المستوى الوطني. ضيف فقرتنا الموالية السيد نور زوليم، مدير السياحة والصناعة التقليدية على مستوى ولاية المدينة. نستقبله وإياكم بعد هذا الفاصل القصير. وبداية مشاهدينا دعونا نرحب باسمكم جميعا بضيف برنامج ضحى القناة لهذه الصبيحة السيد نور زوليم، مدير السياحة والصناعة التقليدية بولاية المدينة. أهلا ومرحبا بكم، شكرا على تلبية دعوة البرنامج. شكرا عن الاستضافة، يعني خصوصا اليوم هالأيام نعيش يعني التظاهرات فيما يخص اليوم الوطني للحرفي. أكيد اليوم الوطني للحرفي الذي احتفلنا به اليوم أول آن. شكرا. والذي يعتبر كذلك فرصة ربما لتقييم قطاع هذا القطاع، قطاع الصناعات والحرف التقليدية، أهم ما وصلت إليها، أهم التحديات ربما كذلك التي تواجهه. وبصفتكم سيد زوليم يعني أحد المسؤولين المحليين على هذا القطاع، ربما هل بإمكانكم تقديم ربما هكذا حوصلة لأهم ما أنجز في هذا القطاع ربما في السنوات الأخيرة؟ يعني قطاع الصناعة التقليدية هو قطاع يعني حيوي. نعم. يعني محليا باعتبار أنه قطاع يعني من أقدم النشاطات الاقتصادية. نعم. منذ يعني ولوج الإنسان، وقد عرفها تطور تدريجي وتأثر ب
على الامور من الناحيه الاقتصاديه والاجتماعيه على غير كل القطاعات. لذا جعل يعني الحرفي اليوم وطني للحرفي هو ذاته، من خلاله تنظم على المستوى الوطني يعني تظاهرات ووقفات وورشات ليقيم هذا القطاع، وايضا تعطى الفرصه للحرفي لابراز القدرات المهنيه والحرفيه. ولايه المدنيه على غرار ولايه الجزائر سطرت برنامج خلال اسبوع من 8 الى 15 من هذا الشهر، من خلاله فيه معارض، صالونات، فيه ورشات، فيه ايام تحسيسيه، ايام اعلاميه، فيه ايضا حتى خارج يعني المحيط الحرفي الذي هي دور الصناعه التقليديه، سواء على مستوى الجامعات او مستوى البلديات المتواجده في يعني المديه او بعض الدوائر خصوصا البلديات الريفيه. نعم، واكيد ولايه المديه اشتهرت خاصه خلال السنوات الاخيره بتنوع عديد الصناعات التقليديه المتنوعه بشكل لافت. هذا الامر ربما يعكس المجهودات المبذوله للنهوض بهذا القطاع على مستوى يعني المديه معروفه بحرف كثيره، يعني حرف الصناعه التقليديه كثيره. هذه الحرف يعني مكنتها كثير من الحرفيين باش يكونوا يعني المعروفين على المستوى الوطني، حتى يعني يشاركوا في معارض دوليه على غرار الخزف الفني المعروفه به يعني الحرفي المدني، وايضا فيه حرف اخرى كالنقش على الخشب بكل انواعه. تعرف كما تعرفي ان الصناعه التقليديه مرتبطه بالموروث تاعنا التاريخي على غرار ما يسمى بالنقش العربي الإسلامي أو الأمازيغي. فيعني هذه الطبوع يعني عندها يعني تأثير كبير على المحيط. إذا نجد أن كثير من الحرف على مستوى ولاية المدية يعني تمتاز بهذه الطبوع. أكيد، وهذا النشاط وهذا الازدهار الذي تعرفه هو الصناعة التقليدية على مستوى ولاية المدية أو حتى على المستوى الوطني أكيد لا يخلو من بعض المشاكل وبعض الصعوبات والعراقيل. هل حدثتمونا عن نعم يعني كثير من الحرفيين يعني عندهم صعوبات فيما يخص مثلا المادة الأولية، الحصول على المادة الأولية. نعم، وكثير يعني وبعض الحرف نلجأ إلى استيراد بعض المواد الأولية، وأيضا فيه أيضا عدم يعني توفر المادة هذه الأولية على مستوى بعض الولايات، وأيضا كاين مشكل أيضا كاين مايل المشاكل أيضا ممكن يلقاوها الحرفيين، مشكل التمويل التسويق. لذا الدولة عمدت على انشاء يعني هياكل الدعم للحرفيين، اولا على غرار اولا على انشاء ما يسمى بعض المجمعات للحرفيين باش يستطيعوا باش يشروا الماده الاوليه الاولى. وايضا كما هناك في بعض يعني الاعمال او بعض الاشغال اللي اندارت مثلا على مستوى محاوله الحصول على ماده اوليه محليه بنفس الجودة اللي يعني اللي استوردها الحرفي. نعم، على غرار المشروع اللي قامت به وزارة السياحة والصناعة التقليدية فيما يخص الحصول على العجين البيضاء. كما تعرفين بأن حرفة الفخار والخزف الفني هي حرفة عريقة تحتاج إلى مادة أولية يعني رفيعة المستوى وخالية من بعض الشوائب. ربما واحد الزائر أو المشاهد يشوف بأن فيه واحد المنتوجات فيها بعض الشوائب يعني فيها. لذا هذه المادة الأولية لازمها تقنيات لتصفيتها، لازمها كل يعني أعمال ممكن احنا يعني مستقبلا على مستوى بعض المناطق في الجزائر. وقد لاحظنا في بعض الولايات أنه فيه منح لحرفيين لاستثمارات صغيرة، أولا استثمار في ميدان المادة الأولية خصوصا في مادة الطين والخزف الفني، وأيضا فيه حرفيين عندهم
يعني التجهيزات لذلك، وتقريبا 20 سنة أنه يعني الحرفيين لهم صندوق خاص للمساهمة وللدعم الحرفيين. أكيد أنه هذا القطاع كذلك يواجه عديد التحديات والصعوبات، من جهة ربما صعوبة تسويق المنتجات التقليدية، من جهة، من جهة أخرى منافسة كذلك المنتوجات المستوردة التي تعتبر هي ليست تقليدية 100%، نلاحظ أنها مصنوعة آليا وليس تقليديا، وبالتالي يكون ربما ثمنها أقل والإقبال عليها أكثر. هي لا، هنا يعني نتوجه إلى أولا التعريف بالصناعة التقليدية، لازم نعرفوا واش هي الصناعة التقليدية. هي الصناعة التقليدية هي كل حرفة يدوية يعني مساعدة بآلة من الآلات، يعني كاين صناعة في الدين التقليدية فنية اللي تمتاز فيها الأرياف تاعنا والقرى والمباشر، وكاين الصناعة التقليدية يعني لازم لها مساعدة من آلة من الآلات أو تجهيز من تجهيزات. وايضا الصناعه التقليديه عباره عن ميادين، كاين ميدان النشاط الاول ما يسمى بالصناعه التقليديه الفنيه المرتبطه بالموروث التاريخي للجزائر، كما ذكرت الفخار الحلي التقليدي، صناعه الزرابي، النقش على الخشب، الطرز على القماش، وفيه الصناعه التقليديه ما يسمى بالصناعه التقليديه يعني انتاج المواد، وهذا يحتاج فيه يعني المواطن الانسان كل يوم، يعني الخباز ولا الخباز ولا النجار او النجارة المعميرة، يعني كل هذه يوميا، يعني ما يسمى بالصناعة التقليدية لانتاج مواد. وهناك صناعة تقليدية لانتاج الخدمات، كالترصيص الصحي ولا الكهرباء، كل هذا يعني ممكن ان نقول بان كل قطاع او كل ميدان مختلف عن الآخر، وكل ميدان له خصوصياته وله يعني طرق تدعيمه. الدولة وضعت يعني سواء عن طريق كما ذكرت الصندوق الوطني لدعم نشاطات الصناعة التقليدية أو الأجهزة المتواجدة وضعها الدولة كالنساج لاكناك والمزام، يعني كل هذه الأجهزة تدعم الصناعة التقليدية. وفيه أيضا ما يسمى بنشاط المرافقة، وهذا النشاط يقوم به غرف الصناعة التقليدية ومديرية السياحة والصناعة التقليدية على المستوى المحلي، أولا بعملية تكوينية للحرفيين فيما يخص كما قلت كيف يتحصلوا على المادة الأولية، كيف يجتمعوا باش، لأن كما تعلمين كي يشري واحد المادة أولية بحال وحده وما تستعمل أكثر، ولكن كي يشري جماعة مجموعة من الحرفيين، إذا الدولة وضعت آليات لذلك سواء تجمعات حرفية إلى غير ذلك. وفقط لتنويه نعلم السادة المشاهدين أنه ستكون تكملة لهذا الموضوع الذي سيتناوله الزملاء في برنامج تبر من إعداد وتقديم الزميلة فايزة باشي برفقة ثلة من الخبراء في مجال الاقتصاد، أكيد ستتابعونه سهرة اليوم في تمام التاسعة. المال من أين يأتي وإلى أين يذهب؟ المال كيف يحصل وكيف يصرف؟ إنه الاقتصاد ثقافة، علم وسلوك. التبر برنامجنا الأسبوعي الذي يجول بنا في دواليب الإنتاج ويستشرف لنا دروب التنمية ويحلل واقع معاملاتنا المالية على ضوء الشريعة الإسلامية. التبر موعد التاسعة الاقتصادي سهرة كل أحد على قناة القرآن الكريم. إذن كونوا في الموعد مشاهدينا على كارم سهرة اليوم بدءا من الساعة
التاسعة بإذن المولى عز وجل. نواصل إذن مع موضوعنا تسليط الضوء على قطاع الحرف والصناعات التقليدية في الجزائر، ما يواجهه من تحديات والإنجازات التي ربما متعلقة بهذا القطاع، السياحة والصناعات التقليدية. كنا توقفنا عن أهم التحديات التي واجهها قطاع الصناعات التقليدية، من بينها نقص فضاءات التسويق. في الحقيقة الدولة في الآونة الأخيرة يعني دعمت الحرفيين بفضاءات كثيرة، نذكر منها أول الفضاء الأول اللي هو فضاء الحرفي، هي دور الصناعة التقليدية. نعم. على مستوى ولاية تبدية هناك دار الصناعة التقليدية على مستوى يعني المدية تسيرها غرفة الصناعة التقليدية والحرف، وكان وهناك دور دار الصناعة التقليدية أيضا تابعة بلدية المدية، وهذا أولا ربما يغطي الحرفيين المجاورين للمدية وأيضا يسمح لهم بترويج منتوجهم. أيضا هناك دار الصناعة التقليدية على مستوى قصر البخاري، دائرة قصر البخاري اللي ربما تجمع كثير من الدوائر المجاورة، إضافة إلى دور الصناعة التقليدية المتواجدة على المستوى الوطني يعني في الجزائر. هناك المحلات المهنية، محلات فخامة رئيس الجمهورية اللي ربما أعطت فرصة للحرفيين أولا لاستغلالها كورشات وأيضا استغلالها كفضاء لتسويق المنتوج. هناك أيضا معارض وصالونات سواء محلية ووطنية وأيضا دولية، كل هذا المجهود يصب في أولا يعني إيجاد حل للتسويق. نعم. وأيضا هناك آليات أخرى يعني تقوم بها الدولة أيضا محليا، تقوم بها الولايات محليا، هو تمكين خصوص الحرفيين والحرفيين الحرفيات المتواجدات في القرى والمداشر لتسويق منتوجهم يعني محليا. يعني كل هذا المجهود يعني لابد ان يدعم يعني باليات اخرى. نعم. مستقبلا، وهذا ما يعني يندرع على المستوى المحلي ان شاء الله. هو ما نلاحظه اكيد كذلك في السنوات الاخيره ان الحياه تدبت في العديد من الصناعات والحرف التقليديه، هذا بالنظر الى التسهيلات التي وضعتها الدوله من اجل تشجيع خاصه الاسر المنتجه وخاصه الريفيه منها. نعم. يعني وهذا ما لاحظناه مؤخرا يعني. نعم. اولا لاحظنا اولا فيه تنوع في المنتوج التقليدي. يعني تلقي المنتوج مثلا كالزرابي تلقاه يعني فيه انواع كثيره، فيه طبوع كثيره، وهذا ما يعني يجعل قوه المنتوج التقليدي الجزائري سواء محليا او دوليا. فيه ايضا الابداع، ما لاحظناه مؤخرا انه فيه ابداعات كثيره من طرف انامي الحرفيين والحرفيات، وكل هذا يعني يدعم المنتوج التقليدي الجزائري سواء كما ذكرت محليا على مستوى الولايات المتحدة او الولايات الاخرى. في ايضا التسهيلات اللي تقدمها يعني الدوله من خلال، ولكن لازم تعرفي انه المنتوج التقليدي الفني معفي تماما من الضريبه، يعني هذا ما يدعم وما يشجع الحرفي على الانتاج. نعم. وفيه الاستفاده من مختلف الدعم الاخرى والاستفاده من مختلف يعني الامتيازات الضريبيه لبعض الحرفيين. وبالنظر إلى ما يعيشه القطاع، بالنظر ربما إلى الإمكانات المتوفرة، هل ترون أن قطاع الصناعة والحرف التقليدية يمكن أن يكون ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني من خلال ربما تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد؟ يعني في الحقيقة فيه استراتيجية قطاع الصناعة التقليدية على المدى البعيد، وهذه الاستراتيجية تهدف إلى أن تكون الصناعة التقليدية يعني كقوة أو كمصدر من مصادر يعني ما يسمى الدخل الوطني، وهذا من خلال أولا تدعيم الحرفيين،
أيضا وضع هياكل أكثر لتشجيع الحرف التقليدية، تقديم امتيازات وأيضا تكوينات الحرفيين، لأن نظن بأن الحاجة اللي يعني يحتاجها الحرفي والحرفية كيعني لتطوير المنتوج هو التكوين، وهذا ما يحدث يعني ما حاليا ما نراه حاليا على المستوى المحلي من خلال تكوينات فيما يخص الحرف التقليدية. وهذه التكوينات نراها على مستوى مراكز التكوين المهني وقطاع التكوين المهني، ربما من أحد القطاعات المدعمة للصناعة التقليدية وطنيا ومحليا، وأيضا فيه تكوينات فيما يخص تحسين المستوى التسييري للحرفة، يعني لأن الحرفي مؤسسة مصغرة. نعم. وهذه التكوينات لاحظنا أن في الأوان الأخيرة في إقبال كبير من طرف الحرفيين، وفيه تكوينات فيما يخص إنشاء المؤسسات، تسيير المؤسسات، إيجاد فكرة جديدة لمؤسسة، وكيف إيجاد فكرة في التسيير، وأيضا فيه تقنيات مؤخرا في ولاية المدية كمن بالتنسيق مع غرفة الصناعة التقليدية محليا. نعم. يعني نظمنا دورات فيما يخص ما يسمى بالتسويق، آلية جديدة للتسويق، ولاحظنا أنه فيه إقبال كبير من طرف خصوص الحرفيات يعني في هذا الأمر، لأن المنتوج التقليدي المحلي ومنتوج الفني يعني ينتج على مستوى البيوت وعلى مستوى القرى والمداشر، وهذه التكوينات مكنت الحرفيين يعني الحصول على تقنيات جديدة لتسويق المنتوج سواء محليا وطنيا وأيضا دوليا. نعم، نشكركم سيد نور زوليم، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في مساعيكم فيما يتعلق بتطوير هذا القطاع. شكرا. قطاع الصناعات والحرف التقليدية والسياحة بما يعود من نفع على المواطن وعلى الوطن بصفة عامة. نشكركم. شكرا. على حضوركم تلبية دعوة البرنامج، ونواصل معكم مشاهدينا على كارم ومع فقراتنا دائما المتواصلة إلى غاية منتصف النهار. نتوقف مع هذا الفاصل الإنشادي، ثم لنا عودة بإذن المولى عز وجل. حياتي فداك.
أيوتنا أيوتنا فينا صاروا الرجال صاروا الجبال صاروا الجبال ذنبي يا بلادي لا ينساك ويتفكرك طول حياتي قلبي يا بلادي لا ينساك ويتفكرك طول حياتي قسما 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 يا بلادي ضحي حياتي فداكي قسما 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 يا بلادي ضحي حياتي فداكي يا بلادي يا بلادي عليك بكات الأمهات بكات الأمهات يا بلادي عليك عيون بكت الأمهات بكت يا بلادي عليك عيوننا فنا عيوننا فنا صعدوا الرجال صعدوا الجبال صعدوا الجبال قلبي يا بلادي لا ينساك ويتفكرك طول حياتي قلبي يا بلادي لا ينساك ويتفكرك طول حياتي قسما 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 يا بلادي ضحي حياتي فداكي قسما 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 يا بلادي ضحي حياتي فداكي يا بلادي. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا على كارم، عودة إليكم وإلى فقرات برنامج ضحى القناة ومواضيعنا المختارة في هذا الصباح والتي تندرج دائما في سياق الموضوع العام لنهار اليوم والمتعلق بالجانب المالي والاقتصادي في حياتنا. موضوع فقرتنا الموالية سيكون حول نظام الملكية المشتركة في العقار، حقوق وواجبات المعنيين بها، رفقة الخبير الاقتصادي عبد الرحمن بن يمين الذي نرحب به في هذا الصباح. شكرا. أهلا ومرحبا بكم، شكرا على حضوركم معنا. شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لكم. إذن حديثنا اليوم حول نظام الملكية المشتركة في العقار، بداية لو نعرف الجمهور المشاهد الكريم بهذا النظام، ماذا نقصد بالملكية المشتركة؟ أولا الملكية المشتركة حتى نعرفها ذلك التعريف الواقعي رح نذكر واحد المثال يعني بسيط كيفاش جات الملكية المشتركة، لأنه متواجدة في عمارة. هذا العمارة من جات؟ العمارة هذه هو ذلك التزاوج بين القطعة الأرضية الشاغرة والبناية المشيدة عليها. لما تشيد البناية على القطعة الأرضية رانا شيدنا عمارة. وحتى نصل لتعريف الأجزاء المشتركة والأجزاء الخاصة رح نذكر كيفاش تبنات هذه العمارة ونشوف الأجزاء ونقول هذا مشترك وهذا خاص. العمارة تترسخ على القطعة الأرضية، وبالتالي تترسخ بالأسس سكون أبل فونداسيون. إذن هذا الترسيخ لكل العمارة جزء مشترك. تصعد العمارة بحوامل عمودية ولا أعمدة، وحوامل أفقية سكون أبل بوتو تصعد بطوابق باش كل طابق يحتمل عدد من الشقق. هذه الحوامل تحمل كل العمارة، الجدران الخارجية تغلف كل العمارة، هذا جزء مشترك. الطوابق هي أراضي، لكن هذه الأرضية ولا سكون أبل لو بلونشي هي أرضية للطابق العلوي وسقف للطابق السفلي، وبالتالي جزء مشترك. نسير في الطوابق حتى نصل إلى السطح. السطح يقع هو أعلى نقطة في العمارة وهذا جزء مشترك. هذا العمارة ممكن يكون فيها قبو لا يسكنه أحد لكن في خدمة العمارة، وبالتالي جزء مشترك. هذه العمارة ممكن في طابقها الأرضي لإحدى الشقق يكون فيها بستان، شقة تطل على بستان. نعم. هذا البستان ملكية خاصة؟ لا، هو قطعة أرضية فهو جزء مشترك. هذه العمارة فيها طوابق، كيف نصعد إليها؟ نصعد إليها بوسيلتين، يا إما المدرج، مدرج السلالم، يا إما المصعد. وهذا جزء مشترك، لأن المصعد والمدرج السلالم نمر منه كلنا. إذن أين هو الجزء الخاص؟ لأن لما نعرف الجزء المشترك لازم نعرفه الجزء الخاص. أين هو الجزء الخاص؟ الجزء الخاص لما تفتح الباب
وتدخلي للشقة تاعك. نعم. هنا رانا في جزء خاص، لكن هنا كاين واحد النقطة حتى باش الناس تفهم، باش الإنسان اللي يكون متعدي عن خطأ على الأقل يتراجع على خطأه. نعم. الشرفة كل يقول لك الشرفة تاعي صح، تدخلها من بيتك وتدخلها من صالونك ولا من مطبخك ولا، لكن هذا الشرفة هو جزء مشترك ذو استغلال خاص. نعم. لأنها أي عمارة تبنى كما قلناها مشيدة فوق قطع أرضية ممثلة بماذا؟ عمارة كأنها شخص تمثل مجموع الملاك الذين يقطنونها، تمثلهم بالواجهة للعمارة، وبالتالي الواجهة هو ممثل جماعي لكل الملاك وهي جزء مشترك، وبالتالي لا يسمح ربما للقاطنين بهذه العمارة لإجراء ربما تغييرات فيما يتعلق بالجزء والواجهة الخارجيه. هنا نجي نبدا ردا من سؤالكم ونجي واحد الامثله. نعم. حتى تضبط الامور. ننطلق من الواجهه. علاش الواجهه لا يمكن مسها؟ لانه الواجهه اولا صممت من طرف مهندس معماري. نعم. وضبطها المهندس المدني ورخصت لها البلديه، وهو إطار عام لجمال الحي ولا لجمال المدينة، لأنه مجموعة عمارات تكون حي. نعم. بمفاصلها وممراتها وطرقها نصل حتى تكوين المدينة. نعم. ونصل حتى تكوين الوطن. هذه عمارتنا بغض النظر هناك منازل فردية. نعود للواجهة. الواجهة هذه علاش ما نقدروش نمسوها؟ لما واحد يدير شرفة جزء مشترك، كي تمسها واش راح تدير؟ تغطيها. هل اتفق من طرف جميع الملاك أنه نغيروا هذا؟ لا، واحد يعني كل واحد كما قالها واحد الزميل ونذكر اسمه، قالها مرة جمال شرفي، قال لهم كل واحد ولا مهندس معماري في داره، كل مواطن ولا مهندس معماري. إلا ولا المواطن العادي اللي ماشي تخصصه يدير عمل المهندس المعماري، ومهندس المعماري يدير عمل الطبيب، هاي ما فرتش. وبالتالي لما نعود إلى الواجهة، الإشكالية وين راهي؟ كل واحد يتطرق لهذه الواجهة ويمسها، يسبب فيها أولا يغير الواجهة، تصبح. نعم. غير ممثلة لكل الملاك، وأنه تعدى على جزء اللي هو جزء مشترك ذو استغلال خاص. نعم. كاين مثال ثاني ربما نذكره. احنا رانا في هذه القاعة نتصوروها شقة. ملكيتي أين تقف؟ ملكيتي الخاصة وجزء. نعم. الخاص على البلاط، لكن الأرضية مباشرة تحت البلاط هي أرضيتي وسقف جاري، وبالتالي جزء مشترك. كاين مثال واحد آخر، أكبر النزاعات على مستوى القضاء تسرب المياه. واحد غير يدخل له شوية ما من عند جاره، يرفع دعوة قضائية بجاره ويقول لك تسرب مياه. من بعد روح يا زمان الخبرة القضائية، كل الإجراءات القضائية، المصاريف، يتبين أن تسرب المياه هو عطب في القناة العمودية. القناة العمودية هي مساقط المياه، مساقط مياه المرحاض أكرمكم الله، مساقط مياه المطبخ، مساقط كل مساقط، وهذا جزء مشترك على عاتق الملاك المشتركين. كاين نقطة ثانية، البستان اللي مطل عليه شقة في الطابق الأرضي. كاين إنسان يعطوله بستان، هو جزء مشترك ذو استغلال خاص. واش يدير يبني فيه؟ لا، هو عنده حق الاستغلال، فما عندوش حق التصرف وأنه يتصرف فيه ويبني فيه. وبالتالي الملكية المشتركة الشيء اللي لازم تديره أنها تحمي نفسها من أمرين. نعم. الأمر الأول عدم التعدي عليها، سواء من الملاك أو من إنسان من ناس خارجين على العمارة. نعم. ثانيا مهم جدا صيانة هذه العمارة. والصيانة اقتصاد، وعدم الصيانة إسراف. وإذا ما صناش العمارة ماذا يحدث؟ إذا ما صناش العمارة يحدث تدهور لهذه الثروة. فقط نتوقف لنذكر المشاهدين الأكارم بأنه بإمكانهم التواصل معنا والمشاركة عبر أرقامنا الهاتفية التي تظهر أسفل الشاشة 021-39-43-43 021-37-42-87. أهلا ومرحبا بكل اتصالاتكم، وعودة إلى موضوعنا رفقة ضيفنا الكريم، والتطرق إلى ربما الطريقة المثلى لإدارة هذه الملكيات المشتركة للحفاظ عليها مثل ما تفضلتم. هنا شوف، تكلمنا عن الملكية المشتركة وشفنا قوة الملاك.
كاين نقطة برك أدير إضافتها ونتكلم على الجانب يعني كيفاش تدار هذه الملكية المشتركة. نعم. إشكالية ورهي وأين الخلل؟ نعم. سكأنه هذه العمارات كنا لما نخرج نلقاو نخبة المجتمع الجزائري تسكن في هذه العمارات. دوك كيفاش هذه الإشكالية؟ نخبة تعيش في هذه العمارات ولا واحد عجبته عمارته، لا في الداخل ولا في وجهته. نعم. وهذا هو مشكل وطني. عندنا 9000 ولا 10000 ولا 9000 و500 ألف مسكن. كلها يا إما متدهورة إذا كانت قديمة ولا في طريق التدهور لأنه عدم الصيانة في طريق التدهور. ولهذا المشرع الجزائري لم يترك هذا هكذا في فراغ. التشريع يتمحور حول محورين. المحور الأول مواد القانون المدني من 743 حتى 772. هذه المواد تؤطر وتعرف كل ما كنت أقوله، ما هي الأجزاء المشتركة وما هي الأجزاء الخاصة. كاين مرسوم تنفيذي كذلك لنظام الملكية المشتركة، هو مرسوم 99/2014. هذا المرسوم واش يقول؟ كيفاش الملاك المشتركين يتنظموا وكيفاش يديروا جمعية ويعينوا متصرف ويديروا كيفاش يقولوا لي كوتيزاسيون ولا الاشتراك باش يكون مال عند هذه الجمعية وتقوم بصيانة. والصيانة أمرين، صيانة بالدرجة الأولى العادية نيتواياج ديلون با شونجي أمور خفيفة إن سيريور تكسرت، هذه الصيانة من الدرجة الأولى. لكن كان الصيانة الأخطر لو كان ما تقومش الصيانة اليومية ولا الدورية، وهذا الشيء اللي أنا واقعين فيه. نصل إلى الصيانة الكبرى واللي هي تكون غالية وباهظة وممكن تتجاوز حتى الملاك المشتركين. ولهذا أنا كخبير أريد أن أخرج من كلمة الاشتراك كوتيزاسيون ونعوضها بكلمة أوسع منها تسمح لنا بإيجاد حلول، كلمة تمويل. كيف يتم تمويل هذه الجمعية اللي هي جمعية الملاك المشتركين وعلى رأسها متصرف؟ ولا واحد هذا من جانب التمويل ممكن نفصلوها لك في الوقت. جانب ثاني، أي واحد يتعدى على جزء مشترك ما يبقاش بين جار وجار، راح يتصرف المتصرف الإداري باسم جميع الملاك المشتركين ولا يتصرف برأيه، يتصرف وفق ما ينص عليه القانون المدني ووفق ما ينص عليه المرسوم التنفيذي. وبالتالي لما نتصرف وفق القانون وعندنا قوة الملاك المشتركين. وهنا الملاك المشتركين أشير إلى نقطة، ربما واحد يقول لك أنا كاري خطيني روحوا للمالك. لا، كاين أشغال من الدرجة الأولى يتدخل فيها المستأجر ويدفع. العادية. لكن أشغال من الدرجة الثانية مثلا في الأشغال الكبرى هنا يجب أن يتدخل مالك البيت. وربما كثير من الأشخاص يتساءلون عن سطح العمارة، هل هو يدخل في إطار يعني الأجزاء المشتركة للعمارة؟ بالقانون السطح ملكية مشتركة إلا إذا ضبط عكس ذلك في نظام الملكية المشتركة. وهذا الضبط يتفق عليه في البداية من طرف الملاك المشترك، لكن الأصل أن الملكية المشتركة، أن السطح ملكية مشتركة. أعطيك مثال، عندنا قبو في العمارة، كاين ناس كثيرين يتعدوا على القبو، والقبو ملكية مشتركة. شوفي سيدتي الكريمة، على بالك الملكية المشتركة تتميز بأمر، كلنا نعرف الشيوع، لكن الملكية المشتركة هو شيوع إجباري لا خياري. ما عندناش خيار فيه، إجباريا نعيشوا فيه هكذا، وبالتالي يجب الرجوع إلى أمور تنظيمية وممكن تكون إشكالية في الكوتيزاسيون، لكن كنا نسموها تمويل راح نفتحوا أمور كثيرة. من خلال ربما جمعيات الحي هي اللي تتكلف بهذا الذمة المالية، ربما جمع الذمة المالية. هو في الحقيقة الحي يعني احنا نسموه الملكية المشتركة ممكن تكون بعمارة ولا عمارتين ولا ثلث عمارات، لأنه كاين أجزاء مشتركة تخص كل العمارة لوحدها. نتصور مثلا حي قطعة أرضية عليها ثلث عمارات، كاين أجزاء مشتركة تخص كل عمارة لوحدها من الداخل، وكاين أجزاء مشتركة خارجية مشترك فيها العمارات الثلاث، مثلا الممرات ولا بساتين خارجية ولا مساحة لعب أطفال ولا هذه مساحات خارجية. لكن لما تتكون جمعية الملكية المشتركة
وهذه فيها انتخاب وفيها تخيير متصرف وفيها أمور منظمة ومهيئها القانون. وقانون يا مسموح بها. والقانون بالعكس مسموح بها ويطالب بها. نعم. وإلا ما كاش متصرف وما كاش واحد يمكن لرئيس البلدية أنه يخير واحد. ويمكن أي فرد منه يتنقل لرئيس البلدية ويخير واحد. وهذا يعفينا قوة الجمعية الملاك المشتركين أنها ممكن تعفينا من عدة نزاعات لأنها عندها القوة التنفيذية. نعم أكيد، وهذا يدخل كذلك حسن تدبير وتسيير الملكية المشتركة يمكن أن يعود حتى على الاقتصاد الوطني بالنفع. شوف هنايا إلى أن الوقت الكافي ممكن نضبط. نعم فيه وقت. نعم شوف وش معناه ونقول أنا كخبير أن الأجزاء المشتركة اقتصاد. نعم وش معناها الأجزاء المشتركة الاقتصاد؟ أولا انطلقت بأني نعوض لكوتيزاسيون بكلمة أوسع منها اللي هي تمويل الاشتراك، لأن الاشتراك هو جزء من التمويل. راح ننطلق من الاقتصاد بعدم الإسراف ومن الاقتصاد أكون الاقتصاد. بمعنى نعطي مثال تتوضح الأمور. شوف كلنا عندنا فاتورات كهرباء وفاتورات ماء وكلنا نسرف في هذا وواحد مخبي على روحه. نعم. كاين عمليات تقنية وكاين عمليات تصرفية ممكن تخلينا نربح في فاتورة الماء والكهرباء إلى 20%. لما أقتصد 20% في فاتورة الماء وفاتورة الكهرباء نقول لك ما نحش نحي لك أموال من جيبك، أعطيني غير هذاك الشيء اللي اقتصدته من الفاتورة حطوه لي في لاكاس. كاين نقطة ثانية مهمة جدا ومثال ممكن يعطي اقتصاد للبلدية وللمدن والوطن ككل، وراح نمدوا لأول مرة بهذا الطريقة. احنا كلنا عندنا نفايات. نعم. اون بار غير جوست دي بوتاي ولا دو بابي ولا دو بلاستيك ولا، هذه النفايات احنا نرموها. لو كان تنظم على مستوى الحي صح ما نمدهاش حبيبي نصدقها. نعم قلت نصدقها نبيعها معذرة ما نمدهاش ما نصدقهاش نبيعها. علاش نبيعها؟ أنا أريد تمويل الأجزاء المشتركة. وبالتالي علاش نبيعها؟ لأنها ستدخل في دائرة اقتصادية، هناك شركات يحتاجوا هذه النفايات ويدخلوها في الدورة الاقتصادية ويحولوها إلى مواد أخرى تباع. وبالتالي هذا الربح على كل الدائرة الريسيكلاج تدوير النفايات هي دائرة اقتصادية، جزء منها تأخذ الأجزاء المشتركة. نعم. وجزء تأخذ الشركة الاقتصادية في البلدية. وإلا شفنا غير لونساج دي لونساج ولا دوتر بروجي، لو كان رئيس البلدية يشرف برك إلى حساب كم من شركة لازم لي باش نقوم بتمويل الأجزاء المشتركة وتهيئة العمارات وصيانتها، رح نحسبوها والحساب بسيط والعملية بسيطة والقانون التجاري يسمح بهذا. نعم. المال هذا اللي يدخل من بيع النفايات هذه نفاية. لأنه لما وش معنى نفاية؟ نشوف أنا زجاجة ماء قرعة ماء شريتها أنا، وش شريت ريال ماء وش باع لي هذاك؟ باع لي الماء وباع لي لبوشان وباع لي لابوتايون بلاستيك وباع لي هذاك ورق التغليف. نعم. أنا استعملت الماء والباقي نعاود نبيعه، لكن نبيعه باسم من؟ ماشي باسمي الشخصي، نبيعه باسم الجمعية. وبالتالي يعود التمويل لهذا. هذا الجزء الأول من الاقتصاد. الجزء الثاني اللي مهم جدا، لما يجيني التمويل أنا راح أشترك في هذا الأشتراك المشتركة مثلا 3000 دينار 4000 دينار 2000 دينار. شوف نحسبه فقط 10 ملايين مسكن في 1000 دينار ولا مليون مسكن في 1000 دينار مليار دينار. في 10 ملايين أرقام ضخمة. راح يقول لي واحد كيف هذا اقتصاد؟ هذه لمن نمدها؟ نمدها لصيانة العمارة، يعني راح نمدها للشركات الاقتصادية على مستوى البلدية، على مستوى الولاية، على مستوى المدينة، على مستوى الوطن، راح نحرك هذه الشركات الاقتصادية كل في تخصصه ونجيب لها رقم أعمال. لما الشركات هذه تعمل وتدير رقم أعمال، أول شيء تمتص البطالة، ثاني شيء تدفع الضرائب، وغيرها وغيرها من كل الأدوات الاقتصادية اللي تحرك. وبهذا عملية عدم الإسراف هي عملية صيانة، عملية عدم الإسراف هي تسيير، لأنه في نهاية المطاف عندنا 3 ميزانيات. أول ميزانية لما بنينا العمارة وسموها ميزانية الاستثمار. نعم. ثاني ميزانية وهي ميزانية الاستغلال والتسيير لصيانة العمارة، وثالث نقطة هي التمويل، وعلى هذيك خرجت أنا من الاشتراك ونسميها التمويل باش ندخله في الدائرة الاقتصادية. ولهذا العقار اقتصاد
والأجزاء المشتركة اقتصاد. شكرا، نشكرك سيد بنيامين على كل ما تفضلت به وكل هالفوائد اللي قدمتها لنا والمشاهد الكريم، جزاك الله كل خير إن شاء الله. شكرا. نواصل دائما مع الاقتصاد مشاهدين على كارم، دعوة إليكم سهرة اليوم وكل يعني هذا اليوم المخصص لكل ما هو اقتصاد ومالي، متابعة برامج قناة القرآن الكريم التي كيفت وهذا الموضوع العام. متابعة طيبة. المال من أين يأتي وإلى أين يذهب؟ المال كيف يحصل وكيف يسرف؟ إنه الاقتصاد ثقافة، علم وسلوك. التبر، برنامجنا الأسبوعي الذي يجول بنا في دواليب الإنتاج ويستشرف لنا دروب التنمية ويحلل واقع معاملاتنا المالية على ضوء الشريعة الإسلامية. التبر، موعد التاسعة الاقتصادي، سهرة كل أحد على قناة القرآن الكريم. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. الذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهو جلاء القلوب وسقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته. والذكر هو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. إن تلاوة القرآن الكريم تأتي شفيعا لصاحبها يوم القيامة. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. صدقت يا رسول الله. وصاحب القرآن يرتقي في درجات الجنة بقدر ما معه من القرآن. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وأرق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدقت يا رسول الله.
نسألك اللهم أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وجلاء همنا، اللهم اجعله لنا في الدنيا نورا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا، أمين يا رب العالمين. وصل معكم مشاهدين الكرام وإلى فسحة إيمانية نتدبر فيها بعضا من آيات القرآن الكريم مثل ما تعودتم صبيحة كل أحد مع فضيلة الشيخ الأستاذ زكريا عبد اللطيف الذي اختار اليوم أن نقف وإياه عند الآيتين 278-279 من سورة البقرة، نتدبر معانيها نفهم مقاصدها لنعمل بما جاء فيها، عسى أن يرحمنا رب العزة ويجعلنا من المكرمين يا رب العالمين. نلقاكم إذن بعد هذا الفاصل القصير. ونرحب باسمكم جميعا مشاهدينا الأكارم بفضيلة الشيخ الأستاذ زكريا عبد اللطيف الحاضر معنا في هذه الصبيحة، أهلا ومرحبا بكم. وبك أهلا أستاذة الكريمة، أشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة الطيبة المباركة في هذا اليوم المبارك، وبارك الله فيكم. شكرا، بارك الله فيكم، شكرا على حضوركم معنا فضيلة الشيخ. إذن الآيتين 278-279 من سورة البقرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا زال السياق يتكلم عن الهيكل الاقتصادي، ونحن نقف مع هذه الآيتين الكريمتين، يعني تفسير اقتصادي إن صح التعبير، أو نقول وقفات اقتصادية أو أضرار الربا اقتصاديا. فما زال يعني السياق يتكلم عن أضرار الربا في الهيكل الاقتصادي. الربا خطأ، مرض خطير جدا يصيب الاقتصاد، وهو يشبهه العلماء مثل السرطان. يعني سرطان يصيب جسد الإنسان، فكذلك الربا سرطان يصيب اقتصاد المجتمع والأفراد والدول. تمام. وكما عجز الأطباء على علاج السرطان، أيضا كذلك عجز رجال الاقتصاد ورجال السياسة والمفكرون على علاج بلايا الربا. تمام. وأيضا يأتي العلماء ويعرفون السرطان. ما هو السرطان؟ قال هو نمو غير طبيعي في جسد الإنسان. نمو غير طبيعي في جسد الإنسان. فكذلك الربا هو مرض، إن صح التعبير ورم، كما يكون ورم عفانا الله جميعا في جسد الإنسان، شيء زائد في جسد الإنسان. فكذلك هذا الربا، هذه الزيادة أيضا ورم في الاقتصاد. تمام. ولهذا حرمه الله سبحانه وتعالى وعبر بهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي، يعني اتركوا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. يعني الإنسان يدخل في حرب مصيرية مهزوما مسبقا ضد جيش، كما قال بعض علماء التفسير، ضد جيش من قائده هو الله سبحانه وتعالى. أكيد الله سبحانه وتعالى يبين حجم الجرم الذي يرتكبه العبد بأكله للربا. وما حرم الله سبحانه وتعالى مثل ما تفضلتم أكل الربا إلا للضرر الذي يلحق بالمجتمع الذي تكثر فيه ربما هذه المعاملات الربوية. نعم، بارك الله فيك. وأيضا إذا جئنا مثلا إلى الفرق بين الزكاة، نظام الزكاة ونظام الربا، نسأل أي عاقل ونقول له: أيهما أكبر، 97.5 أو 106 مثلا أكبر؟ أي عاقل يقول لك بأن 106 أكبر. تمام. ولكن في الحقيقة إذا جئنا إلى هذين الرقمين 97.5، هذه ماذا؟ هذه يعني ما بقي بعد تخريج الزكاة أو إخراج الزكاة. عن الزكاة 2.5%، 100% نقصوا لها 2.5%، تبقانا 97.5%. ومثلا نسبة فائدة الربا 6%،
فتولينا 106. فأي عاقل يقول بأن 106 أكبر من 97.5%. ولكن في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يقول عكس ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما معنى يمحق الله الربا؟ المحاق، ومنه يقال محاق القمر، يعني إذا تناقص يوميا بعد النصف الثاني من الشهر، النصف الثاني يبقى القمر دائما يتناقص، فهذا يسمى محاق القمر. فكذلك الإنسان الذي يدخل في النظام الربوي فدائما أمواله متناقصة، دائما تتناقص، التسلسل في الإضمحلال والتسلسل في التناقص. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي، يعني يضاعف ويزيد تلكم المال ذلكم الناقص. يعني يطرح البركة، يطرح الله سبحانه وتعالى البركة في ذلكم المال. وهل بالنسبة للعبد المضطر لأكل الربا، هل هو على نفس درجة الجرم مع العبد الذي يأكل الربا متعمد؟ نعم، يتعمد في أكله. هل ندخل إلى الضرورة؟ نعم، يعني الإنسان يدخل في هذه، في هذا الباب، في باب الربا من أجل الضرورة. ولكن هناك نقطة مهمة جدا جدا. ما هي النقطة؟ لابد أن نعرف ما هي الضرورة. ضوابط الضرورة. ليس الإنسان أي إنسان يقول من باب الضرورة أدخل في هذا النظام وأتعامل مع البنوك الربوية ولا غير ذلك. نعم. ولكن لابد أن نذهب وأن نعرف ما معنى الضرورة. والضرورة كما يقول الفقهاء تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. نعم. وربما بحديثكم عن الضرورة فيه بعض الصيغ السكنية. مثل صيغة السكن الترقوي العمومي LPP التي ربما فرضت وزارة السكن والعمران على المكتتبين في هذه الصيغة أنهم يتعاملوا مع البنوك الربوية، البنوك التقليدية التي تتعامل وتقدم يعني قروض ربوية. فهل المضطر للسكن، هل ربما ما قول الشرع في هذا المجال؟ نعم، هذه يعني هذه بالنسبة للتعامل مع هذه البنوك، دائما كما قلت قبل قليل بأن الإنسان يرجع إلى ضرورته في الحياة، يعني حسب ضرورته في الحياة. ويعني هناك يعني أساتذة متخصصون في هذا المجال وهم يفتون في الحصة الخاصة في الفتاوى على الهواء. الشاهد يعني دعيني يعني أرجع إلى موضوع الزكاة والربا. الربا كما تكلمنا في الأسبوع الماضي قلنا بأن فيها نكسة اقتصادية. ما معنى هذه النكسة الاقتصادية؟ كما قلنا بأن ذلكم الدائن الموسر الحال يأخذ شيئا بدون مقابل من ذلكم المعسر الفقير. وهذا الأمر فيه نكسة اقتصادية وأيضا فيه نكسة أخلاقية. ما هذه النكسة الأخلاقية؟ حيث أن النظام الربوي، النظام الربوي يؤدي في المجتمع ضغنا وحسدا وكرها بين أفراد المجتمع. ما دام هذا الفقير المعسر المدين يعني يقدم الأصل والزيادة في هذا الاضطرار، فدائما ينظر إلى هذا الغني بنظرة الكره. نعم. في حين يأكل ماله. نعم. بالباطل. نعم، يقدم مال بدون مقابل. نعم. هاي معنا مكالمة ثم نواصل. نعم. فضيلة الشيخ. نعم. معنا الأخت أم رهف من ورقلة. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. مرحبا بك اختي ام رهف. لا باس، الحمد لله. تفضلي بسؤالك اختي الكريمه. عندك سؤال اختي ام رهف؟ نعم، عندي سؤال. نعم تفضلي، مرحبا بك. قلت لك الزوج تاعي. نعم. عندنا طلب فقط أم رهف، من فضلك نقصي في جهاز التلفاز واسمعينا من الهاتف. معليش. قلت لك الزوج تاعي. نعم. عنده قرض من البنك. نعم. باش يشري به الدار. نعم. هي والفائدة هي 5.5%. نعم. هذه تعتبر ربا ولا لا؟
وانتم ما عندكم دار ولا ما عندكمش؟ ما عندناش دار في الكيرة برك. راكم كاريين؟ أنا كاريين برك. هي نعم، شكرا لك أختي الكريمة. لا خاطر برك الوالدين تاعو ولاو يقولوا له باللي عندي البنت تاعي توفات، الله يرحمها. الله يرحمها، ولاو يقولوا له باللي تثبت هذيك الدار اللي راكم شريتوها دايرين الربا ومش عارفه واش. نعم راح يقدم لك توجيهات فضيلة الشيخ. بقي معنا فقط أختي الكريمة أم رهف، شكرا على الاتصال. نمر إلى أختنا وصديقة البرنامج الوفية نادية مصطير. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي ابتسام، وأنت الوفية وأنت بابتسامتك الجميلة تسرين قلبنا كل يوم. شكرا لك جزيلا الشكر، وعليك السلام. وعليك السلام، بارك الله فيك عليك. أختي الكريمة شكرا. الله يسلمك، توحشنا سمع صوتك نادية. نعم السلام عليكم شيخنا، كيف الحال؟ والله الحمد لله، أهلا وسهلا. الله يسلمك خويا. كم أنا سعيدة جدا لأنني أتكلم مع شيخ جميل جدا. الله يكرمك. ورقي جدا وعلمتنا كثيرا. شكرا جزيلا الشكر. الله يرضى عليك. أرضي بالك فيك، أحتاج دعائكم شيخنا الكريم. دعاء متبادل إن شاء الله، دعاء متبادل إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. أخي الكريم، حبيت نقول لك برك، يعني أنا راني حافظة سورة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أصليها في كل الصلوات، هذا ما أحفظ. وبصدر ارشاداتكم لينا حفظتها من قناة القرآن، وانا جد سعيدة لأني حفظتها. ما شاء الله، الله يبارك أختي الكريمة. شكرا لك أختي ابتسام، شكرا لك، توحشناك بالجزاف. شكرا، بارك الله فيك أختي نادية، وحنا تاني توحشناك وتوحشنا صوتك. شكرا على هذه المداخلة وعهد الوفاء، إن شاء الله نكون دايما عند حسن ظن المشاهدين على كارم. نشكرك يا نادية، وربما نجيب بالأخت أم رهف. نعم، كما قلنا قبل قليل بأن الإنسان لما أي شيء حرمه الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه من باب الاضطرار، أولا لابد أن يبقى في اعتقاده بأن هذا الأمر محرم. يعني حتى هو يسمي هذا الأمر بأنه ربا. هذه تلك 5.5% تبقى بأنها ربا، ربما يحاول قدر المستطاع تجنب هذا تجنبها الربا. نعم، وقلنا ضرورة تقدر بقدر، يعني يذهب إليها في حالة الضرورة القصوى جدا. ولكن رغم أنه يعني يدخل في هذا المضمار ويبقى في قلبه يعتقد بأن هذا الأمر محرم، لا يحلله وإنما يقول بأنه محرم وذهبت إليه اضطرارا. نعم نعم، وقالت أنه توفت لها بنت وخفت أنه يكون السبب. لا بقى الإنسان هذا يعني ممكن من الطيرة. الإنسان لا علاقة بين هذا الأمر وهذا الأمر. نعم، حتى نطمنوها الأخت. نعم نعم، الإنسان لا يتطير بهذه الأمور. نعم. نواصل فضيلة الشيخ. نعم، كنا ذكرنا يعني الفرق بين النظام الربوي ونظام الزكاة في الإسلام. كما قلنا بأن يعني النظام الربوي يذهب الألفة والمحبة بين الناس، ولهذا قال بعض علماء التفسير يمحق الله الربا، أيضا يمحق السعادة بين أفراد المجتمع. في حين أن نجد أن الزكاة فيها طهارة، لما نقول بأنها طهارة، أولا طهارة للمزكي لهذا الغني، تطهره من البخل ومن الشح. وأيضا طهارة لهذه الأموال ربما التصقت بها بعض الشوائب المحرمة، وأيضا طهارة، وهذا محل الشاهد عندنا، بأنها طهارة من تطهر المزكى هذا الفقير من الحسد ومن البغض والكراهة وإلى غير ذلك. نعم، معنا مكالمة هاتفية ثم نواصل. الأخت وردية من برج بوعريريج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. أهلا بك أختي وردية. الله يسلمك أختي، وش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. الأخت الكريمة، أنا حبيت نسأل الشيخ. نعم تفضلي. درت قرض من لاكنير. نعم. وبعد الأخت ثاني درك تما حيرة، أسكو عندي ذنب يعني ولا ما عندي. وكنت مضطرة لهذا القرض، يعني أعطينا شوية توضيحات باش يقدر يجاوب. ما كنتش مضطرة الأخت.
كنتش مضطرة. ما كنتيش مضطرة؟ أعرف العواقب يعني ما كنتش على بالي بالعواقب والمخاطر الشعبية. نعم تستمعين إلى نصائح الأستاذ. شكرا لك أختي وردية على حبيبتي. كان أختي تقولي له يدعي لنا برك الأخت إن شاء الله على في الاستماع متبادل إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظكم الأخت ودمتم لنا في الخدمة إن شاء الله. إن شاء الله دمنا في الخدمة ودمتم أوفياء إن شاء الله. آمين يا رب. آمين شكرا بارك الله فيك أختي وردية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أختي الكريمة. هي لم تضطر إلى أخذ قرض وخفت يعني الآن من العواقب، ما يمكن فعله في هذه الحالة؟ نعم الإنسان لابد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ما دام يعني التجأت إلى هذا الأمر بدون ضرورة، وهذا الأمر ممكن يتعامل بالنظام الربوي، فلا بد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى كما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هناك يعني نقطة، نعود نرجع إلى الموضوع، هناك نقطة مهمة بالنسبة لأثر الربا في الاقتصاد أيضا. يقول العلماء بأن الربا لابد أو التعامل بالنظام الربوي يعطل دوران المال عند كل أفراد المجتمع ويمثلونه مثل الدم، يعني الدم يجري في كل عروق الإنسان. فإذا انقطعت الشرايين يهلك الإنسان ويموت. فكذلك الربا إذا كان عند مجموعة المال، إذا كان المال عند مجموعة من الأغنياء فقط فهذا يحطم الاقتصاد، والله سبحانه وتعالى يقول: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فلا بد المال يكون يدور على كل أفراد المجتمع بأي طريقة من الطرق. فالتعامل بالنظام الربوي يجعل الغني يزيد غنى والفقر يزيد فقرا. وربما يتساءل من يتعامل مع البنوك الربوية التقليدية، هي البنوك التقليدية، هذه الفائدة يعني التي أخذها كيف يتصرف فيها؟ نعم هذا نقول له بأن هذه الفائدة يعني يأخذها لا يتركها في البنوك، ولكن لابد أن يتخلص من تلكم الفائدة. أولا التعامل مع هذه البنوك ليس محرما. طبعا إنسان إذا كان له بديل أفضل لا يتعامل معه. وهناك يعني مصارف إسلامية مستحدثة حديثا. المهم الشاهد في هذه الفوائد أولا يأخذها، ثم بعد ذلك يعني يقدمها لإنسان آخر. لا تسمى صدقة لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، ولكن عنده إن شاء الله أجر التخلص من هذه الأموال. ولكن هذا الإنسان الذي يعطيها إياه يعني يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يبعدها، ما يخليهاش في الأقارب. الصدقة صح الأقربون أولى بالمعروف كما تكلمنا سابقا، أما هذه أموال الربا وفوائد الربوية الإنسان يبعدها قدر الإمكان، ولا يقول لهذا الإنسان الذي يعطيه أموال الربا بأنها أموال الربا، ولا يضعها أيضا في المساجد. أيضا المساجد يعني مساجد طيبة وهي بيوت الله، فأيضا لا تكون في المساجد. وأكيد أنه جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم تحريم آكل الربا الذي يتعامل بالربا وموكل الربا وحتى الشاهد ربما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه جابر يقول: لعن رسول الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وهو الدائن الذي يقبض الأموال، وموكله وهو المدين الذي يقدم الربا، وكاتبه الذي يكتب العقد، وشاهديه، وقال: وهم سواء. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 74 بابا. وهذا حديث خطير جدا. الربا 74 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأكل الرجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الربا يأكله الرجل أو درهم. نعم هذا هو الحديث، درهم ربا، درهم ربا، يعني وإن قل
يعني نسبة الربا، درهم ربا يأكله الإنسان وهو يعلم بأنه ربا أشد عند الله من 36 زنجة. يعني هذه أحاديث خطيرة تدل على خطورة الربا، وأيضا في هذه الآية الكريمة التي نحن بصددها: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أكيد، وربما الحديث ليس فقط عن النسبة، مهما كبرت أو نقصت تبقى ربا. تبقى ربا، نعم. نعم أكيد. ربما في ختام لقائنا هذا كلمات نوجهها للمجتمع الجزائري بصفة خاصة ولكل المسلمين فيما يتعلق بخطورة هذا الأمر. ربما فيه من يتساهل، ربما فيه من يغفل عن التعامل بمثل هكذا معاملات ربوية. من مقاصد الشرع الحنيف إقامة مجتمع قوي مترابط متماسك، حتى تكون الأخوة والمحبة بين الناس. فالتعامل بالنظام الربوي يخالف هاته الأمور، فالإنسان لا يتعامل بالربا مهما كان الحال إلا للضرورة القصوى كما تكلمنا. نعم. وفيها بديل ربما البنوك الإسلامية والصرف الإسلامية التي دخلت مؤخرا وبقوة في الاقتصاد الوطني. نعم، هناك بعض المصارف الإسلامية وفيها لجان شرعية تتابع يعني هذه العقود، يعني سواء قبل أو أثناء أو بعد، وهي مصارف إسلامية فيها يعني لجنات شرعية مؤهلة لهذا الأمر. مثلا عوض أنه فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط، مثلا عوض توجه إلى البنوك الربوية، بإمكان ربما المواطن أنه يتوجه لهذا الصرف الإسلامي كبديل. نعم، يتوجه إلى هذه المصارف الإسلامية كبديل عن يعني المصارف والبنوك التي تتعامل بالربا. فيما يتعلق بالبيع بالتقسيط، هل يدخل في إطار الربا؟ والله غير تعامل البيع بالتقسيط يعني حسب يعني الحالة. يعني بعض العلماء يعني أجازوا البيع بالتقسيط ولكن بشروط. أجازوه بشروط. ما هي ربما في بضع دقائق قليلة؟ في بضع دقائق يعني الإنسان أن تبقى يعني قيمة السلعة نفسها. ما نقولوش يعني أبيع لك هذه السلعة بمبلغ كذا، وإذا كان يعني أجل من أجل الأجل أزيدك يعني من مبلغ السلعة من أجل ذلكم الأجل. فهذا يعني بعض العلماء يعني لم يجيزوا هذه البيوع. يعني يتم الاتفاق على المبلغ الكامل. نعم. من قبل. نعم طبعا. بين الطرفين. بين الطرفين، ما تكونش فيه يعني زيادة من أجل الأجل. نعم. أشكرك فضيلة الشيخ على كل ما تفضلتم به خلال لقائنا هذا. شكرا أكيد، شكر موصول للمشاهدين الأكارم على حسن المتابعة والإصغاء. بقية البرامج كونوا في الموعد وابقوا أوفياء لبرامج قناة القرآن الكريم وما تقدمه لكم من مواضيع تهم كل الأسرة الجزائرية. تقبلوا في الختام تحياتي، تحية الفريق الذي خدمكم في هذه الصبيحة المباركة، في الإخراج نادية قادة، في الإشراف حتى الرقيقة سكريب دليل مولاي، والزميل المتربص عاشور، في مسؤول الإرسال أمين بن زراري، وميلودي في هندسة الصوت مراد فرحي، ورضا وور في سانتي كاتيا، في التصوير لويزا وليد وحكيم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.